المود الفهم نرجع لبلاغ الحزب الجمهوري التوضيحي وما حصل السيد عصام الشابي أثناء نقله إلى التحقيق. نذكر أنه بعد 6 شهور تم التمديد فيما سمي بقضية التأمين العام للدولة التمديد في حبسهم 4 شهور. يلا سيدي مولدي. نعم صديقي، يوم 22 يوم الثلاثاء الماضي وقع دعوة الأخوة الموقوفين ومن ضمنهم الأخ عصام الشابي الذي تعرض في الأثناء إلى حادث داخل السيارة، سيارة اللي معدة لجلبهم إلى الخط القضائي، وأصيب في سلسول ظهره ونقل على أثرها إلى المستشفى بالمرسى. فعلا معناها كنا نترقب إطلاق سراحهم، خاصة وأنه المدة طالت والملف فارغ من كل المحتويات ومن كل عناصر التهمة، إلا أنه بكل أسف وقع دعوتهم لإعلامهم عبر الإدارة، لأنه السيد القاضي رئيس الجلسة يعني لم يحضر، معناها تغير، كان في عطلة أو لا أدري ما هو المانع، معناها عبر الإدارة عبر بلغوهم بأنه وقع التمديد 4 أشهر أخرى، ونحن نعتقد أنه سيقع التمديد مجددا للفترة الثانية حسب ما ينص عليه قانون الإرهاب. كل أسف. نعم أسف شديد. نذكر